ليه بقى ايا كان هو مين؟ خد المفاجاه الثانيه. كان في معسكر لحكام النخبه الافارقه اتنظم في مصر الشهر اللي فات. وكان في من مصر محمود البنا وكان في محمد عادل وكان في كمان مين؟ امين عمر ومحمد معروف. هل تتخيلوا ان في معسكر حكام النخبه الافريقيه لما حبوا يعرضوا حالات جدليه يبقى فيها دروس وتثقيف للحكام جابوا ايه؟ جابوا الحالات الجدليه اللي فيها اخطاء في تقنيه الفار من الدوري المصري تتخيلوا احنا وصلنا اللي لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي لما تحب تتكلم على تقنيه الفار والتنفيذ الخاطئ والمشاكل اللي موجوده في التقنيه جابت الحالات الجدليه اللي موجوده في مباراه الدوري المصري لمين للحكام الدوليين للحكام الدوليين يعني جابت حالات جدليه مثلا للكابتن امين عمر جابت حالات جدليه للبنة لعادل لعاشور واخدين بالكو. للحكام الدوليين المصريين من الدور المصري في تقنيه الفار عشان الكاف يشوف ويعدل ويفهم ويعرف الحكام الافارقه الاخطاء دي بتحصل ازاي وانتوا ازاي تعالجوها. يعني حتى بقينا مثال سيء للتنفيذ والتثقيف والتعليم للحكام الافارقه. عرفتوا ليه انا بتكلم في حاله مباراه الزمالك والاسماعيلي لازم تتعرض لان الكل طالع بلا استثناء ازاي حكم الفار عمل كده؟ ازاي ما ما اختارش حكم الملعب؟ وحكم الفار ده غلط كتير قبل كده انا القصه بالنسبه لي مش اسماء مش بتكلم على اسماء الحكام انا بتكلم على الحاله ومش هقول ايه اللي حصل في المحادثه لغايه لما اللجنه تطلع تعرض وتقول ويبقى في عقاب للمخطئ لانه خالف بروتوكول الفار لان الكلام ده لما اتعرض جوه اتحاد الكوره وانا بثق جدا 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 في مصادر جوه اتحاد الكوره الحمد لله الحمد لله ما فيش معلومه بتتقال غلط ما معلومه بتتقال غلط لما اتعرضت الحالات اللجنه سمعت وشافت بحضور ستة من أعضاء اللجنة وشافت الخطأ فين وجاي من مين لكن ما صدرش قرار وطلعت تسريبات بقرارات عكس اللي حصل في المحادثة ما بين حكم الفار وحكم الملعب فتذكروا الكابتن سمير عثمان بعد مباراة الزمالك والإسماعيلي قال جملة شديدة الذكاء والوحيد اللي قالها لأن هو عارف تفاصيل وعارف خبايا كتير في بعض المباريات قال لك إيه؟ ما قالكش مين يتعاقب؟ قال لك انا بطالب بفتح تحقيق في اللعبه دي عشان نعرف مين المخطئ. مش قال لك ازاي حكم التقنيه ما بلغش حكم الملعب؟ ده دوره انه يبلغ، لا هو ما عملش كده. هو عارف كواليس وتفاصيل كتير، فكم من الذكاء والكابتن سمير من الشخصيات الذكيه جدا في تحليل الحالات التحكيميه، قال لك انا بطالب بفتح تحقيق، وانا باكد على كلام الكابتن سمير عثمان وبطالب مش بفتح تحقيق، لا بعرض المحادثه او لجنه الحكام تعلن لقبل حلقه بكره ايه اللي حصل لان انا بكره اذا ما تمش عرض ده انا هشرح ايه اللي حصل والمحادثه موجوده والمحادثه بتروح الايفاب وللاسف في حاجات كتيره جدا في المحادثات بيبقى فيها مشاكل كتير غلط وفي حاجات بيتكلم فيها الحكام بشكل خاطئ عشان كده المحادثات دي لما بتروح للاتحاد الافريقي وبتروح الايفاب بتتاخد كمثال حي تتشرح للحكام خدوا بالكم بصوا الاخطاء دي ما تعملوش زيها ما تعملوش زيها وروحوا بصوا على الاتحاد الافريقي لما بيستعين بحكام الفيديو بيستعين بمين؟ بصوا على قائمه الحكام الدوليين في تقنيه الفيديو، هل بيستعينوا بوائل فرحان؟ لا. هل بيستعينوا بحسام عزب حجاج؟ لا. هل بيستعينوا بطارق مجدي؟ لا. بيستعينوا باحمد الغندور في مباريات قليله لانه بيحكم في الملعب. وبيستعينوا بمحمود عاشور لان عنده هيستر وتاريخ كبير في اداره المباريات، فبيستعينوا بالاثنين دول، ولما دخل البنا ومحمد عادل استعانوا بيهم. طب محمد عادل دخل مكان مين؟ هل والمعلومه دي اعتقد جماهير النادي الاهلي ممكن تسمعها لاول مره. عمرو الشناوي حكم تقنيه الفيديو اللي موجود في كاس العالم للشباب مع الكابتن محمد معروف، هل تتخيلوا كان موجود حكم تقنيه فيديو في مباراه الجيش الملكي واتحاد العاصمه الجزائري اللي اتلعبت في نهايه ابريل في دور الثمانيه في الكونفدراليه في المغرب في الرباط واتشال في اللحظات الاخيره والاتحاد الافريقي اختار الكابتن محمد عادل مكانه عارفين ليه لان اكتشفوا ان في اخطاء كتيره موجود في تقنيه الفيديو في الدوري المصري واكتشفوا ان الكابتن عمرو الشناوي ما خدش عدد مباريات كافي تسمح له ان يكون عنده الخبره ان يكون موجود في تقنيه الفيديو في مباريات افريقيا رغم ان كان تم اختياره ضمن حكام النخبه شوف انا بقول لكم معلومات وتفاصيل وكواليس الناس ممكن تسمعها لاول مره روحوا للسعوديه واختم بالجزئيه دي الاتحاد السعودي وعارفين ان السويسري نافارو وده من ابرز واكبر الحكام وكان شغال في الفيفا فتره طويله وهو حاليا مسؤول عن التحكيم في الاتحاد السعودي لما بيكون في حاله جدليه هو ما بيعرضهاش بس لو في نادي متضرر وبيطلب يسمعها الاتحاد السعودي بيستدعيه وبيستدعى الطرف المنافس الثاني وبيقول له تعالى اسمع دي الشفافيه اللي انا بتكلم عليها وده اللي بطلب من اتحاد الكوره ومن لجنه الحكام يتخذوا هذا القرار خلال 24 ساعه لان بكره اذا ما تمش الاعلان عن تفاصيل هذه المحادثه بشكل صحيح واجراء تحقيق فيما تم هطلع بكره اقول تم الاستدعاء ولا ما تمش الاستدعاء بروتوكول الفار اتطبق صح ولا اتطبق غلط والفيصل بيني وبينكو المحادثه موجوده ما اتمسحتش لو انا كلامي غلط اعرض المحادثه لو انا كلامي صح عقب المخطئ بس